السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في الفيديو السابق كنا تكلمنا على الاستثمارات وما يجري بمنطقة القرقارات، ولكن نسينا ما قلنا لكمش بأن الحمد لله تم افتتاح بريد المغرب بمنطقة القرقارات، يعني أي واحد عنده أموال ديالو يقدر يسحبها من تما. هذا هو الشكل ديالو ما شاء الله، وهي بادرة جيدة لسكان منطقة القرقارات. وكيف ما قلنا في الفيديو السابق، باقي الأشغال جايين، شفنا المسجد اللي تبنى، شفنا انطلاق تحلية مياه البحر والعديد من الأشياء اللي كتوقع باقاليمنا الجنوبية وبالتحديد منطقة القرقارات. الفيديو ديال اليوم اللي غادي نهضروا عليه، شفنا مؤخرا بأن المغرب استقبل مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد، واللي حضروا فيه شخصيات ومستثمرين على أعلى مستوى. ومؤتمر بهذا الحجم ما كيتعطاش لأي دولة، ربما في إفريقيا تعطى لدولة واحدة. فالمغرب نجح أنه يسوق الاسم ديالو والبلد ديالو على أعلى مستوى قدام آلاف ديال الشخصيات والمستثمرين العالميين، وهذا ما إلا غادي يعود بالفائدة للمملكة المغربية. الآن ماذا يجري في مدينة مراكش؟ اليوم كان افتتاح ديال منتدى أشغال الاستثمار الإفريقي، يعني هناك شخصيات كبيرة، مستثمرين كبار سواء أفارقة سواء عالميين حاضرين في مدينة مراكش. هذا المنتدى اللي غادي يدوم 3 أيام، واليوم كان الافتتاح ديالو برسالة ملكية رحبات بكل الحضور، وزدنا أكدنا بأننا إلى قلنا المغرب قائد إفريقيا قولا وفعلا، ماشي الهيلالا والقوة الضاربة والهضرة الكلام الفارغ، وملي كنمشيو لأرضية الواقع كنلقاو بلد عامر بالطوابير. لا، المغرب قولا وفعلا من بعد مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد، ها هو منتدى أشغال الاستثمار الإفريقي. يعني هاد الناس اللي كيحضروا فيه شخصيات وازنة، مستثمرين كبار، كيتفتح لهم الفضاء أنهم يجيو للمغرب يستثمروا بالمغرب، بلد الاستثمار والمستثمرين، بلد الأمن والأمان، فاللهم زد وبارك. كذلك مدينة مراكش على أهبة للاستعداد لاستقبال حفل جوائز الاتحاد الإفريقي. النسخة الماضية كانت هنا بالمغرب بمدينة الرباط، النسخة الجاية كذلك غادي تكون هنا في المغرب بمدينة مراكش، وإن شاء الله هنا ياسين بونو غادي يهز جائزة أحسن لاعب إفريقي، وكذلك عبد الصمد الزلزولي أحسن لاعب شاب، وما ننساوش السيد وليد الركراكي بأحسن مدرب. يعني هادشي راه ما كيجيش هكاك، هناك عمل، المغرب يسوق نفسه بشكل جيد. بلا ما نهضروا على التظاهرات الرياضية اللي جايين، سواء كأس إفريقيا للمنتخبات النسوية، استقبلنا النسخة الماضية وغادي نستقبلوا النسخة الجاية، كذلك كأس إفريقيا 2025، كأس العالم 2030، المونديالتو، كأس العرب، والمزيد من التظاهرات الرياضية اللي غادي تكون بهذا البلد العزيز. الكلمة اللي عجبتني في الرسالة الملكية وهي أنه أشاد بالمشروع ديال خط أنبوب الغاز المغرب النيجيري، واللي كيتعتبر من أضخم المشاريع على مستوى العالم، بحكم أن التكلفة ديالو غادي تكون كبيرة وغادي يمر على عدة دول، وبحكم أن المغرب قدر أنه يقنع الدول ويقنع مستثمرين يدخلوا لهذا المشروع الضخم، فهذا غادي يعود بالفائده سواء لهذ الدول سواء للمملكه المغربيه. فاللهم زد وبارك لهذا البلد الغالي، لهذا البلد العزيز. اللهم ادم نعمه الامن والامان في المملكه المغربيه، ومن اراد السوء لهذا البلد ارنا قوتك فيه. خليكم مع التقرير اللي كيكشف ما يجري في افتتاح منتدى اشغال للاستثمار الافريقي. كيف العاده ما تنساوش تفرقعوا ديك لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. افتتحت اليوم بمراكش أشغال دورة 2023 لمنتدى الاستثمار الإفريقي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة رؤساء دول وحكومات وصناع القرار في القطاعين العام والخاص ومستثمرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، وتلاها عمر القباج مستشار جلالة الملك. ويعد المنتدى المنظم تحت شعار تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا أهم منصة للقاءات الاقتصادية في القارة، ويتوخى تحقيق قيمة مضافة كبرى لفائدة المستثمرين من خلال إطلاعهم على الفرص المتاحة، لا سيما خلال مرحلة التحول الهامة التي تشهدها القارة. ومنذ إطلاقه عام 2018 تمكن منتدى الاستثمار الإفريقي من تعبئة نحو 143 مليار دولار من الفوائد الاستثمارية، ويعتبر ماركت دايز الحدث الأبرز ضمن هذا المنتدى ويمتد لثلاثة أيام. ويحضر هذه التظاهرة الآلاف من المستثمرين العالميين والمدراء التنفيذيين لمؤسسات تمويل التنمية ورواد الأعمال ورؤساء الحكومات، وذلك بغية
تعزيز المعاملات الاستثمارية الهامة، كما يشارك حوالي 600 مشارك رفيع المستوى في نسخة 2023 من هذا المنتدى الذي يعد منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام اتفاقيات على مستوى القارة من خلال صيغة مبتكرة تجمع بين عرض المشاريع في غرف المجالس بورد رومز وبين مناقشات قطاعية رفيعة المستوى. كيف تفاعل المشاركون مع مضامين الرسالة الملكية؟ المشاركون في أيام سوق منتدى الاستثمارات الإفريقية هنا بمراكش تفاعلوا بشكل كبير جدا مع مضامين الرسالة الملكية السامية التي تلاها المستشار الملكي عمر القباج على الحاضرين في الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي يعتبر الحدث الأبرز اقتصاديا على المستوى القاري. الرسالة الملكية تحدث عن التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجه القارة الإفريقية، وتحدثت كذلك عن التغيرات الجيوسياسية التي تقع خارج حدود إفريقيا. الرسالة كذلك عرجت على مسألة التغيرات المناخية التي تلقي بظلالها على قارتنا الإفريقية. الملك محمد السادس في هذه الرسالة السامية كذلك أشاد بأنبوب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، واعتبره نموذجا يحتذى به من حيث إطلاق وتحرير سلاسل القيمة الإفريقية، وهو ما تسعى هذه الدورة الرابعة من منتدى الاستثمار الإفريقي لتجسيده، أي أن شعار هذه الدورة هو إطلاق سلاسل القيمة الإفريقية. الرسالة الملكية كذلك دعت إلى تعزيز التعاون الإفريقي وتعزيز الاستثمار الإفريقي، لأن من شأنه أن يعزز من صمود القارة الإفريقية في وجه كل التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم كله. طيب، هذا المنتدى أنور كما ذكرت يعتبر من أهم منصات اللقاءات الاقتصادية في القارة، يطلع المستثمرين على الفرص المتاحة، لكن مع التركيز أيضا على تحديات التنمية في إفريقيا. نعم كلثوم، دعيني أقول بداية أن الدورات الثالثة السابقة لأيام السوق أو منتدى الاستثمار الإفريقي الذي ينظمه البنك الإفريقي للتنمية بشراكة مع الاتحاد الإفريقي استطاع خلال الدورات الثلاثة السابقة اجتذاب استثمارات تراكمية بقيمة 142.6 مليار دولار أمريكي، وهو رقم كبير جدا كلثوم، ويعد بالشيء الكثير. كذلك المتدخلون هذا الصباح وهم رئيسة جمهورية تنزانيا سامية سوهولو حسن التي تحدثت عن تعزيز حسن الجوار وقيم التضامن، رئيس اتحاد جزر القمر غزالي عثمان وهو في الآن ذاته رئيس الاتحاد الإفريقي أشاد بدور المغرب من حيث الاستثمارات في القارة الإفريقية، ونبه المشاركين إلى خطورة الانقلابات داخل هذه القارة التي تساهم في لا استقرار وحالة اللايقين على مستوى الاستثمارات الاقتصادية بهذه القارة. كما أشار رئيس جمهورية سيراليون جوليوس معادي بيو إلى ضرورة التضامن الإفريقي وضرورة البحث عن وجهات نظر مشتركة من شأنها أن تعزز وتسهل التواصل بين المستثمرين وبين حاملي المشاريع داخل القارة الإفريقية، أي أنه نوه بطريقة مباشرة بمضامين الرسالة الملكية السامية التي أكدت كذلك على مسألة أخذ قروض من وجهات دولية بفوائد مرتفعة، وهو ما يعرقل الاستثمار داخل هذه القارة. الوزيرة الأولى لجمهورية باربادوس كذلك هي الأخرى
قالت أن المستقبل في إفريقيا وأن الوجهة المفضلة الآن هي إفريقيا، عيون الصين على إفريقيا عبر مبادرة الحزام والطريق، وكذلك روسيا تشد الرحال نحو الاستثمار في إفريقيا، وهو ما يجعلها حلبة للتنافس من حيث الاستثمارات الاقتصادية، وهو ما أكده في كلمته الوزير الأول الرواندي الذي اتفق مع رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا في الجلسة الافتتاحية وشاركوا بفعالية، وهي جلسة من أصل 10 جلسات موضوعاتية يؤطرها 30 متدخلا على امتداد 3 أيام هنا بمراكش في هذه الدورة الرابعة من أيام سوق منتدى الاستثمار الإفريقي الذي ينظمه البنك الإفريقي للتنمية بشراكة مع الاتحاد الإفريقي. وكما سبق وذكرنا فهو موفدنا إلى مراكش الأبرز من حيث الاستثمارات الاقتصادية والمالية. أنور لكحل موفدنا إلى مراكش، شكرا لك على كل هذه المعطيات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.